مساء الخير والسعاده واللعبه الحلوه وفرحه الفوز على كل جمهور النادي الاهلي وكل بيتفرجوا علينا دلوقتي من كل مكان. اهلا بيكم حلقه جديده من ملعب الحريفه. هكون معاكم انا اميره فراج وهند مدحت. مساء الفل يا هنوده. اهلا بيكي يا اميره. مساء الفل عليكي ومساء الفل على كل جمهور النادي الاهلي، كل اللي بيتابعونا على شاشه قناه النادي الاهلي. طبعا النادي الاهلي بيواصل انتصاراته علشان يفرحنا دايما ويفضل محافظ على صداره الدوري. حلقتنا النهارده هتكون متنوعه، هتعرفوا معانا اكتر آخر أخبار على الساحة الرياضية وحاجات تانية كتير إن شاء الله تعجبكم في حلقة النهاردة. إن شاء الله ألف ألف مليون مبروك للأهلي ودايما يا رب مفرحنا، وإن شاء الله حلقة النهاردة تعجبكم. تعالوا خلونا نبدأ فقراتنا الأولى ونشوف معانا أخبار إيه النهاردة في السريع. أول خبر معانا النهاردة هيكون خبر فوز الأهلي في مباراة امبارح ودقوا حصون فريق الاتحاد السكندري بثلاث أهداف مع خروجه بشباك نظيفة علشان يكمل انطلاقته المثالية في بطولة الدوري الممتاز ومواصلته التحليق في قمة جدول ترتيب البطولة اللي بيسعى لاستعادة لقبها اللي غاب عنه الموسمين اللي فاتوا. وبكده الأهلي بيرفع رصيده ل 18 نقطة محققا العلامة الكاملة. وبرضه يا هند الفرحة امبارح كانت فرحتين، الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي فازوا على سموحة في المباراة اللي جمعت ما بينهم في الدور ربع النهائي من بطولة كأس مصر، المباراة اللي اتلعبت على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي في الجزيرة، وقدم خلالها الفريق عرض قوي وتألق فيها اللاعبين وانتهت بنتيجة 91-48 للأهلي علشان يحجز مكانه في الدور نصف النهائي من البطولة ويستعد لمواجهة فريق الجزيرة. بالتوفيق ليهم يا رب إن شاء الله. يعني الحقيقة أنه اليوم امبارح كان فرحة كبيرة جدا جدا، يعني عندنا كمان الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي فاز برضو على فريق الجزيرة بنتيجة 80-67 في المباراة اللي جمعت بينهم امبارح ضمن منافسات بطولة منطقة القاهرة. اللاعبات قدموا عرض قوي جدا تحت قيادة طارق خيري المدير الفني للفريق، والفوز يخليهم يكملوا انتصاراتهم بعد ما فازوا في المباراة اللي فاتت على فريق الزهور بنتيجة 97-49. نروح بقى هند الأخبار العالمية. نجم الكرة البرازيلية رونالدو خرج امبارح وقال كلام صدم ناس كتير جدا. قال ايه بقى؟ قال النجم الأرجنتيني ميسي حقق إنجازات ضخمة في مسيرته، لكن ده مش معناه انه يستحق الفوز بلقب كأس العالم، والمفروض انه يبذل جهد أكبر عشان ياخد اللقب ويحقق المجد. كمان رونالدو أشاد بأداء ميسي في البطولة. الفكرة بالنسبة لنا أنه بيحذر من صعوبة مهمة التتويج بكأس العالم بالنسبة للاعب فايز بجائزة الكرة الذهبية 7 مرات، وده خصوصا بعد خروج نيمار النجم البرازيلي، كريستيانو رونالدو نجم البرتغال، فيعتبر مفضلش غيره محط أنظار العالم علشان ياخد البطولة اللي باقية ليه في تاريخه. بالظبط، هو اكيد طبعا يا هند هو ميسي محتاجها جدا علشان يكون قفل اللعبه وخد كل البطولات الدوليه مع منتخب بلاده، ومش بس كده علشان كمان يحسم فكره المنافسه اللي دايما موجوده بينه وبين كريستيانو رونالدو ومين حقق انجازات اكتر في كره القدم. وبكده تكون خلصت اخبارنا النهارده. تعالوا بقى نروح دلوقتي لتعليق في صوره. صورتنا اللي معانا النهارده هتكون لاسد النادي الاهلي، الاسد اللي بيعبر عن نفسه في اللحظات الصعبه والحاسمه، القائد اللي بيخلي الفريق كله مطمن ومش قلقان، مش بس الفريق وكمان الجمهور. القائد ده هو محمد الشناوي السد المنيع، حارس مرمى النادي الاهلي ومنتخب مصر، زي ما شفنا كلنا امبارح تالقه طول المباراه قدام فريق الاتحاد السكندري وتصديه لضربه جزاء اللاعب محمود علاء وكمان ضربه جزاء ثانيه ضيعها احمد عادل ميسي، والفرصه خطيره جدا من الانجولي مابولولو. تحية كبيرة ليه وإن شاء الله يفضل مكمل على المستوى والأداء المميز ده ويفضل طول الوقت كده مطمنا حقيقي. وكمان ربنا يبعد عنه الإصابات دي أهم حاجة، ونفسنا يفضل مستواه ثابت على طول، فهو مصدر الثقة والأمان في ظهر اللاعبين في الملعب، وعلشان كده هو استحق امبارح أنه هو يكون رجل المباراة. احنا اتكلمنا عنه قبل كده وهنفضل نتكلم عن محمد الشناوي حقيقي. لأن مهما اتكلمنا فكلامنا عن محمد الشناوي ما بيخلصش، لأنه لعيب مقاتل وقوي وقائد في الملعب وفي البطولات اللي بيشارك فيها مع الأهلي سواء دوري أفريقيا أو أي بطولة. كمان منتخبنا الوطني محمد الشناوي دوره معاه قوي جدا، وبنتمنى له كل التوفيق دايما يا رب من قلبنا. ودلوقتي خلصت فقرتنا الأولى، تعالوا نطلع فاصل صغير ونرجع نشوف منورتنا النهاردة بتقول إيه. ورجعنا لكم مرة تانية ولسه مكملين معاكم حلقتنا، ودلوقتي وصلنا معاكم لتاني فقرتنا المنورة.
منورتنا النهارده هتكون ليها علاقه بكاس العالم اللي مكمله معانا واللي حقيقي نفسنا ما تخلصش ابدا لان احداثها مثيره وممتعه. من يومين كده كان في ترند خرج على السوشيال ميديا بهجوم كبير على كابتن عصام الشوالي المعلق الرياضي التونسي، واتهم بتحيزه وتشجيعه المبالغ فيه للنجم الارجنتيني ليونيل ميسي. الأكيد أن كابتن عصام شوالي كمعلق هو من أهم المعلقين في الوطن العربي في كرة القدم، محدش يقدر يختلف على صوته، جمله الحلوة اللي بتعلق دايما معنا. لكن اللقطة اللي حصلت في مباراة الأرجنتين واستراليا، الجماهير لاحظت أنه كان بيتفاعل بقوة وتحيز مع أهداف الأرجنتين، فالجمهور قالك هو ليه بيشجع ميسي كأنه أرجنتيني مع أنه مفروض أنه هو معلق عربي يكون عنده حيادية في التعليق مع الفرقتين زي ما بيتعامل هنا يتعامل هنا. والحقيقة أنه الدنيا قامت ما قعدتش على عصام الشوالي. فخلونا قبل ما نعلق ونناقش في منورتنا اللي هتكون عن المعلق الرياضي، ينفع يكون محايد ولا بس؟ يعني مستنيين رأيكم تقولوا لنا هل المعلق الرياضي ينفع يكون محايد ولا بس محايد بس ولا يتحيز؟ نشوف الفيديو ده ونرجع نكمل مع حضراتكم. زي ما شفتوا معانا في الفيديو كده كان واضح جدا تشجيع الكابتن عصام الشوالي الارجنتين وسعادته الكبيره بهدف ميسي في منتخب استراليا، والموضوع بقى واضح كمان لما هو نفسه شايره على صفحته. بس الحقيقه انا شفت ان الموضوع ما كانش يستحق كل الهجوم ده لسببين. اولهم ان عصام الشوالي من زمان هو بيدعم ليونيل ميسي وما بيسيبش فرصه غير لما يخرج وبيعظم فيه، وبيقولها صراحه ان ميسي لاعب لن يتكرر في التاريخ، فانحيازه لميسي مش مخبيه. السبب الثاني يا جماعه ان ده فعلا واحد من اعظم لاعبين كره القدم، حقيقه محدش يقدر ينكرها ولا يغيرها. فالموضوع هنا بيخرج شويه من حته التحيز لواقع هو معترف بيه واحنا كمان والعالم كله معترفين بيه، فليه يحصل مشكله او يحصل الناس تزعل مجرد بس ان هو بين ده؟ مع او ضد ان الناس فعلا بتهاجمه، ده اللي احنا عايزين نعرفه منكم دلوقتي. يا ريت تخشوا تصوتوا معانا. اكيد طبعا عايزه اقول لك على حاجه يا اميره، هو ما حدش في الكون يختلف على ان ميسي لاعب كره مش هيتكرر في كره القدم، بس الفكره عند الناس كانت في نقطه بس التحيز في المباراه على حساب استراليا. انا تابعت تعليقات كتير من الناس اللي علقت على الموضوع ده، لقيت ان فعلا ناس كتير شايفه انه افوارها زي ما بيقولوا في تفاعله مع ميسي. في ناس اعتبرت ان هو ما احترمش المشاهدين، ففي مثلا اللي قال لك انه الشوالي لم يحترم المشاهدين وتعليقه لم يلتزم بالحياد وتعليقه مستفز ومتحيز. وفي حد تاني قال انه الشوالي كان ارجنتيني اكتر من الارجنتينيين شخصيا. فحولت على التعليق الانجليزي المحترم، يعني استفزوا تعليق شوالي لدرجه ان هو غير القناه علشان يتفرج على نفس الماتش ولكن بتعليق انجليزي علشان يبعد عن حته التحيز اللي عنده ويقدر يتفرج على ماتش كويس ويحكم على اداء الفريقين من غير ما حد ياثر عليه بوجهه نظره. وده الصح غالبا، انه انت كمعلق بترصد لي معلومات وتحليل الماتش، تتفاعل مع الاحداث، لكن ما تاثرش عليا كجمهور ومتفرد بقناعات انت. يعني اما انا ممكن اكون لا بحب ميسي كلاعب كره قدم، بس ما بحبش، انا مقتنع ان هو لاعب عظيم بس ما بحبش طريقه لعبه. ممكن اكون انا بشجع استراليا مش بشجع ارجنتين، فوجهه نظر المعلق مش المفروض ان هي تطلع. بصي انا شايفه ان موضوع تحيزه جاي من فكره هو مين اللي بيلعب قدامي. يعني حد شفته قال مفيش حياديه في حب ميسي. عايزه اقول لك على حاجه، لو ده كان ماتش البرتغال وكريستيانو، يعني هو كان بيلعب، هو اللي كان بيلعب كان هياخد نفس ردة الفعل. كانش حد، احنا بنتكلم برضو على اتنين ما ينفع يعني لازم نتحيز لهم في نفس هيبقى واخد نفس اسلوب التشجيع والتعليق. الاتنين دول في حتة تانية يعني مش هيتكرروا في كرة القدم خالص. وفي بيقول ان هم حسوا ان هو بيدافع عنهم باستماتة، فلو لعبوا مع اي فريق او منتخب ناس تانية كانت بتشجعهم
كنت ممكن اتفق مثلا مع الهجوم اللي هم عملوه ده، لو مثلا ان الهجوم الفريقين كان واحد فريق عربي مثلا تونس المغرب وهو متحيز مثلا لفرقه عن فرقه كنت هقول لك ماشي، لكن احنا بنتكلم ان ميسي وليوناردو دايما بيحصل عليهم كده، مفيش يعني لازم يبقى في تحيز طول الوقت للاثنين، يعني لو ده كان ليوناردو كان هيحصل نفس كان انا فاهمه انه ده تحيز لقدرات ومهارات اثنين من اعظم اللاعبين بالارقام، مش برايي ولا براي اميره ولا براي الشوالي ولا براي حد، لكن احنا لازم نسال امتى يقدر يكون المعلق متحيز وامتى يكون محايد. عايزينكم تقولوا لنا رايكم في الكومنتس على السوشيال ميديا. وانا فاكره يا اميره قبل كده في ماتش منتخبنا الوطني قدام الجزائر وكان عصام الشوالي هو المعلق، حصل جدل كبير جدا لانه برده كان منحاز لينا جدا في التعليق، وطبعا احنا كمصريين اتبسطنا وتحمسنا لانه لو بصينا بعيون الجمهور الجزائري هتلاقي الموضوع صعب، هم هجموه ساعتها برضو. علشان كده بقول ان مشكلتنا مش مع ميسي، احنا مشكلتنا مع ليه تدخل نفسك كمعلق رياضي في الحتة دي وهي مش بتاعتك، ما ينفعش تتحول لشخصية الجمهور، انت ليك شغلك اللي بيحكمه قواعد واخلاق معينة، خصوصا وان الموضوع ده بيخلق حالة من التعصب على السوشيال ميديا. انت كمعلق مش هتستفاد حاجة غير ان الناس هتتهمك في امانتك من الاخر كده يا أميرة بالبلدي، هتخش خناقة مش خناقتك. صحيح صحيح. بصي بعيد عن موقف عصام الشوالي مع ميسي نتكلم في العموم، طبعا كل معلق ليه بصمته وشخصيته اللي بيعلق بيها عشان يعلق مع الناس، يعني هنلاقي عصام الشوالي غير كابتن مدحت شلبي غير كابتن رؤوف خليف، كل شيخ وليه طريقه وكل واحد وليه جمهوره اللي بيسمع له. اهم حاجه طبعا ان في النهايه لازم يكون التعليق في اطار حدود المجتمع واخلاقياته وثوابت المهنه، لان الثوابت لو كسرتها هتبقى بتستفز الناس، ومش هو ده اللي احنا عايزين نعمله، يعني ما يبقاش انا قاعد فعلا بتفرج على ماتش وفي الاخر حاسس ان انا مستفز من تشجيع المعلق مع ان انا يعني بحبه جدا، يعني ما اقدرش اصلا يعني بدور عليه عشان اسمعه طول الماتشات. صح، هو ده زي ما بيقولوا كده التطور الطبيعي للحاجه الساعه، انه انت كمعلق رياضي بتعلق على ماتش ما ينفعش انه تاخد صف حد على حد تاني، حتى لو الحد ده انا بحبه، يعني انا بقول ده مثلا لو هو ما ينفعش ياخد صف منتخب مصر على منتخب عربي تاني، كل الاسماء اللي انت قلتيها دي اصوات ليها تاريخ اتعلقنا بطريقتهم، التعليق على اهم في التعليق هم علقوا على اهم المباريات والبطولات، هتلاقي اللي بيحب يتابع الماتش مع المعلق الفلاني. صحيح. عشان بيختار الالفاظ المنمقه وبيقول اشعار في اللعيبه، وفي اللي بيحب اللي بيقول كل تفصيله في الملعب، وفي اللي بيحب اللي بيهزر ويضحك، بنقعد نقلب في القنوات ونشوف مين اللي بيعلق على الماتشات علشان نسمعه ونختار القناة على حسب المعلق. صحيح يا هند، عشان كده يعني خلينا متفقين ان المعلق الكروي هو مترجم لأحداث المباراة، هو عين المشاهد على الكورة، اللي بيتفرج ده جاي عشان يشجع فريقه وهو بيلعب ويتبسط، فتلاقي بقى المعلق يستفزه بطريقة او انحياز لحد يعني لا متعة للتعليق الرياضي مع الانحياز، نقطة كده عشان الناس ما تزعلش. صح. صح؟ ودلوقتي خلصت مناورتنا، خلونا نروح لفاصل ونرجع نكمل معاكم حلقتنا، استنونا. رجعنا لكم مرة تانية ودلوقتي خلونا نخش على فقرة ضربة حرة. ضربة حرة هتكون فقرة هي فيها مساحة لينا نعبر فيها عن مشاكلنا، وهتبقى مساحة للفضفضة نتكلم فيها بصراحة ومن غير هجوم على أي طرف سواء راجل أو ست. علشان كده اخترنا أن أول ضيفة تكون معنا في فقرة حرة بنت بتتميز بخفة دمها وذكائها، ذكائها على السوشيال ميديا وذكائها في الحياة، صاحبة فقرة أنت تسأل وأنا جاوب. الناس اتفعلوا مع الفقرة دي وبقت بالنسبة لهم صاحبتهم واختهم، بيبعتوا لها مشاكلهم والمواقف اللي بيمروا بيها عشان بس يسمعوا ردودها بطريقتها اللذيذه زي ما انا بقول عليها. منورانا النهارده صناعه المحتوى الجميله منى الزهيري، اهلا بيك يا منى، منورانا ومشرفانا ومزودانا. سلام. هنعرف نتكلم جد معاكي في الحلقه دي؟ مش عارفه بقى، مش عارفه بقى، انا مش عارفه بقعده الصالون دي. ايوه قعده الانتريه المعينه. منى الاول انت متابعه كاس العالم ولا لا؟ متابعه كاس العالم بس مش يعني مش قوي. انا شفتك يعني بتقولي في الستوريز انت مالهاش في الكوره. لا ليه، بصي انا علاقتي بالكوره توقفت بعد ما بابا الله يرحمه توفى، عشان خاطر هو اللي كان متابع قوي، فبعد كده بقيت ايه لما اشوف الكوره بتفكرني. أيوة. فبتابع على خفيف كده. بالظبط. قولي لي الاول
الاول بدايتك جت ازاي على السوشيال ميديا؟ وكانت البدايه بهدف ان انت كنت متخيله ان انت هتتشهري كده ولا جت ازاي؟ كنت عارفه ان انا هتشهر. انت داخله يعني في هدف. عايزه اقول لك على حاجه، عندها ثقه بالنفس ما شاء الله. ما شاء ده جميل ده. كنت بتطلع كل يوم تقول احلى واحده صحيت، احلى واحده طبعا، احلى واحده ده احلى حاجه. يا رب. طب قولي لنا بقى البدايه جت ازاي؟ ولا حاجه، انا كنت بعمل فيديوهات على الفيسبوك في الاول قبل كورونا وقبل اي حاجه زي كده. وبعدين بعد كده بس كانت فيديوهات بقى، كنت بعمل زي سكتشات كده، حاجات مثلا بقلد مامتي، بقلد اخواتي، بقلد الحاجات اللي بشوفها في الجامعه، نماذج الشخصيات اللي احنا بنشوفها مثلا في المواصلات، في الكلام ده. فكانت بتاخد شير كبير قوي. بعد كده لقيت ان بقى في بقى اللي هي حكايه ان ممكن حد يبعت لي سؤال وانا جاوب، فبقيت الناس على الانستجرام بتبعت لي سؤال وانا بجاوب، وفجاه لقيتهم بياخدوا ده ويشيروه وبيفايرل. بس هو بصراحه يعني ده كان خطه ممنهجه يعني. بصراحه يعني هو مش وليد الحظ. ايوه يعني فانا لما لقيت بقى ان هو ده بيتشير كتير، فبقيت لا اعمله بشكل اكتر. بعد كده بقيت طبعا جت الكورونا، فكل الناس بقى كانت قاعده في الفتره دي في البيت، فخلاص بقى بقيت مسكت بقى التيك توك بقى والانستجرام وبتاع. فكره الفتره دي طلعت ناس كتير قوي كان كله فاضي وزهقان وقاعد. تيك توك عمل انقلاب، ناس كتير طلعت فتره دي. نتفليكس اصلا كمان، نتفليكس طلع يعني حقق اعلى ارباحه من فتره كورونا. بالظبط. فبس بقى فخلاص بقيت بقى يعني اتشهرت قوي قوي فتره الكورونا. انا كنت مشهوره قبلها بس قوي قوي كانت فتره الكورونا. انا طول عمري مشهوره وكده. تلاحظي ان انا بحب نفسي قوي. تمنى انا عايزاكي تتكلمي عن بره السوشيال ميديا. انت بتعملي ايه في حياتك؟ بتدرسي؟ بتشتغلي؟ يمكن دي حاجات مش اغلب الناس يعرفوها. ايوه بصي، انا اصلا دبل ميجر، انا محاميه ومعايا سياسه وقتور. لا مع بعض. مفاجاه مش كده. بس انا بشتغل محاميه، بشتغل محاميه عقود عادي جدا. بتشتغلي محاميه؟ محاميه. عشان الناس دايما تسالني تقولي هو انت بتشتغلي؟ ايوه بشتغل محاميه. حتى دلوقتي هتلاقيني مثلا ايه، زمان كنت بعمل ستوريز كتير قوي، كنا وقت الكورونا فما كانش فيه، دلوقتي بقى في شغل فبنشتغل، فما بين الشغل وما بين الفيديوهات بقى والحاجات دي. بس طبعا شخصيتي كمحاميه. بس الشغل بيتعاملوا معاكي ازاي؟ بيتعاملوا معايا، ما هو بقى بصي يعني انا ازاي بالظبط، ازاي بتتقمصي دور الجد؟ بحاول اخفي بقى شخصيتي دي بقى اللي هو فاهمه ازاي يا شيخ تخفيها ازاي؟ ده انا لسه بقول لهند هنعمل الفقره معاها ازاي. والله بصي هقول لك على حاجه، يعني ايه، هو طبعا مفيش حد بياخدك على محمل الجد لو ما يعرف ان انت يعني فاهمه. بس واحده واحده لا لما بيلاقوني ان انا لا بعرف اتعامل وبتاع، يعني تمام ما عندهمش مشكله يعني، بيوافقوا. وبعدين بقى بيروحوا يقولوا للناس ده البنت اللي بتعمل فيديوهات هي اللي شغاله عندنا وشغاله معانا. تخوف. لاحظت ردودك في الاسئله انها صريحه جدا، ما فيهاش اي مجاملات. بكحه ازاي بقى يعني؟ بكحه في نجاح كده. والناس بتسالك برضو يعني إيه؟ هو بصي، هو اقول لك على حاجه، هو انا يعني في بصراحه في حاجات بتجيلي بتبقى بتزعلني، يعني مش ببقى عايزه ارد بكده. بس انا قبل اي سؤال بخش على الشخص اللي بعت لي السؤال ده، ببعت له مسج بقول له انا هرد بهزار. تمام تمام، مش تمام مش أوكي. تمام. فالاغلب بيبقى تمام لان هو بعت لواحده بتهزر، ما هو مش عايز اكيد اجابه جد يعني. هو عايز اجابه جد ما تجيليش انا. ماشي. فبس في ناس طبعا بتبقى في حاجات تحزن بقى، يعني بتبقى في ناس بعتها حاجات بجد، بس دي ببعتها بقى لسيرفيس او حاجه زي كده. برافو عليك، بتوجههم صح. بالظبط. اساليهم نذيع ولا ما نذيعش؟ نذيع ولا ما نذيعش؟ بس لو عايزين نذيع نقول نذيع بالظبط كده. عايزاكي تحكي لي موقف من اول ما بدات السوشيال ميديا لحد دلوقتي، موقف معلق معاكي لحد دلوقتي، سواء حد قابلتيه، حد بعت لك مسج، حاجه لسه فاكراها ومأثره فيكي. عايزه حاجه تضحك طيب ولا حاجه؟ بص احنا ناخد واحده تضحك وعلى واحده تعيط، يعني نظام ميكس كده. بصي والله وانا دايما يعني في واحده قابلتني دي من كام يوم، دي قالت لي ان انا موضوع بمناسبه احلى واحده ده، موضوع احلى واحده ده انا عاملاه عشان بس حاجه يعني تضحك شويه. انا من وانا صغيره يعني كنت في البيت انا الوحيده اللي سمره شويه، كلهم طالعين شقر وملونين وكده لمامتي، فانا مش احلى واحده. كنت بتقالي ان انا مش احلى واحده، احلى واحده في اخواتي احلى مني، قرايبي احلى مني. فبعدين لما كبرت شويه فلقيت حسيت ان انا حلوه والله. طبعا احسن يجي مني يعني. انا حلوه يا جماعه اهو. فبقيت اقول دايما ان انا احلى واحده لحد ما هم صدقوا ان انا احلى واحده بجد وبقى هم مقتنعين. فقابلتني واحده في الشارع قالت لي انا ما كنتش مقتنعه، انا كان خطيبي دايما بيقول لي انت مش حلوه، انت مش عارف اعملي ايه، انت مش عارف، وسابني. طب ده كلام عشان كده.
واهلها في البيت برضو بقوا بيضايقوها بسبب ان هي ما انت لو حلوه شويه، ما اعرفش بصراحه يعني ايه لو حلوه شويه، يعني كانت المفروض تعمل ايه يعني تبقى حلوه؟ مش عايزه اقول لك المفروض تعمل ايه، ايماجيناتكم يعني، ايماجيناتكم انتوا انا جايباه من بره يعني. فقالت لي فانا لما لقيتك بتقولي نفسك احلى واحده بقيت اقول لنفسي ان انا احلى واحده، ليل ونهار انا احلى واحده، ماشيه في البيت انا احلى واحده، لدرجه ان هم بقوا بجد مصدقين وبقوا بيقولوا لي ان انت حلويتي وبقى شكلك حلو ومش عارف ايه، لان بقيت حاسه نفسي فعلا احلى واحده. واتخطبت يعني بتقولي ان انا بقيت بسبب ان انت بتقولي ان انت احلى واحده، انا بقيت مقتنعه كمان ان اي حد ممكن يبقى احلى حد يعني. فدي بصراحه كانت حاجه يعني حلوه. طب ايه اكتر الاسئله اللي كانت بتستفزك؟ الاسئله اللي بتستفزني هقول لك، في واحده او يعني مش واحده هما وحدات كتير اللي بتبعت لي مثلا ايه العلاقه فيها تهزيء ليها، يعني مثلا ايه يعني مش تهزيء اللي هو ايه بيخني بيزعق لي قدام مش عارف صحابي بيعمل مش عارف ايه بس انا بحبه لا بياكل من اللي قفلك يعني ايه يعني انت جايه لي انا يعني طيب انا بتسيبيه طيب يعني. فالعلاقات اللي هي بتبقى فيها اسى وحزن ومش عارف ايه وفي الاخر تقول لك طب اعمل ايه ما تسيبيه. بس خليني اقول حاجه، انا عايزه اقول حاجه يا جماعه، لانه انا شفت الامثله دي كتير لايف، دول بيبقوا ضحايا تربيه غلط قوي قوي قوي، بيبقوا زي ما يقولوا بالبلدي جعانين اهتمام ومشاعر وحب، فهم عايزين ياخدوا ده من اي حد حتى لو الحد ده هيعاقبهم بالحب ده. وفي ناس تانية بتحس بعدم استحقاق، انه لسه كنت هقول لك هي بس مش جعانه، هي فعلا شايفه نفسها قليله فهي ما تستاهلش ان يبقى في حد يبقى معاها فبتقبل باي شيء. ده الاهم من كده كمان انه للاسف هو بيبقى ناتج عن تربيه الاب في البيت، يعني البنت اول نموذج بتشوفه باباها، دي حقيقه. فلو باباها ده بيضرب، ولو باباها ده بيتكلم باسلوب مش كويس، ولو هي متعوده ان بابا بيزعق لماما او بابا بيتخانق او بابا مش عارف ايه، فبتبقى عايزه شايفه ان النموذج المؤذي هو ده الصح، هو ده اللي بيخاف عليا بدافع الامان وكده. فهم بيشوفوا النماذج دي ويجوا بعدين تيجي تقول لك طب انا مش عارفه اعمل ايه، لا سيبيه مش عارفه تعملي ايه، سيبيه سيبيه على طول. طيب هنخش على فقره اسال وجاوب، بس هيكون ردودك سريعه جدا، اسئله كلها على الهوا كده سريعه جدا. يلا ماشي، يلا يلا قولي لي يا ستي. دي اول مشكله، واحده بتقول انا ما بفهمش في الكوره وجوزي من ساعه ما كاس العالم بدا وهو ما بيبطلش فرجه على الماتشات وبيظبط مواعيد حياته على جدول الماتشات، بدات اتخنق وحاولت بكل الطرق الهيه والفت نظره لاي حاجه تانية، خصوصا ان احتمال اولد الاسبوع الجاي وخايفه ما يحضرش الولاده علشان الماتش. اعمل ايه على طول؟ اقفل التلفزيون. لا التلفزيون انتهى. لا 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 انتهى، مش دولك فيه ولاده، انت عارفه في طفل جاي اللي بعده على طول اللي بعده. انا وخطيبي كنا بنتفرج على ماتش البرتغال والمغرب، وبصراحه انا كنت بشجع كريستيانو لاني بحبه، وفي نفس الوقت بشجع المغرب علشان عرب بقى وكده، بس مش هي دي المشكله. المشكله ان لما كريستيانو قعد يعيط لما خسروا انا كمان قعدت اعيط وبوظت الخروجه علشان مودي اتقلب، وقلت لخطيبي يروحني، فضل ساكت طول الطريق ومش راضي يرد عليا بقالي يومين، هو زعلان عشان مش بشجع المغرب ولا بيغير من كريستيانو. لا هو احسن بس عشان هي نكد. والله العظيم بكلمك بامانه منى، انت عشان ما بتحبيش الكوره بتقولي كده، بس الكوره دي مليانه دموع. لا انا بحب الكوره، ده مش نكد، ده انا مليانه وبعيط ولما بشوف فريق بيكسب وكل حاجه، بس ما تنكديش بقى، مش اكلتي وسهرتي ونزلتي اكلتي وسهرتي نكد، اكلتي وسهرتي اسكندرانيه ايه؟ طيب بصي المشكله الجايه دي بنت بتقول انا بحب الكوره قوي عكس ما هو معروف عن البنات واهلاويه، ولما بقعد في قعده تعارف لازم اسال هو بيشجع مين، ولو طلع مش الاهلي بتقفل منه، بس اهلي اهلها يعني قربوا يطردوني من البيت، وفي عريس دلوقتي كويس جدا بس مالوش في الكوره اصلا، وعايزه اقنعه بيها وعايزه اقنعه يشجع الاهلي. طب ما حلو بقى، هو ده جاي على نضيف ده. ده انت تبتدي تعلميه الاهلي بقى من الاول، تقعدي معاه بقى كده تعرفيه مثلا كابتن محمود الخطيب مش عارف ايه، تعرفيه سمعت عن كابتن سليمان انا سمعت عنه، طب شفت الانجازات بتاعه النادي ماشيه جنب السور الكلام ده كله. انا كنت قاعده جوه شفته شريط الانجازات، اعملي الحاجات دي كلها يعني هيجي معاكي سك، ما هو فاضي بقى ما عندوش يعني، فاهم؟ صح بالظبط. طيب دلوقتي بقى هنختبر في السريع كده مدى حرفنتك في الرياضه. ليه يعني كده بقى عامه جاهزه؟ ماشي. أهلوية ولا لا؟ أهلوية. أهلوية. قولي لي ثلاث أسامي من لاعبي الأهلي. كهربا، أفشة، شناوي.
ماشي عدت. مين مثلك الاعلى في منتخب مصر؟ محمد صلاح طبعا. طيب تتوقعي مين ياخد بطوله كاس العالم؟ والله انا نفسي المغرب يعني نفسي بس يعني نفسي المغرب بس يعني خلينا نقول نفسي المغرب. مش عايزه يعني يا ريت يبقى المغرب يا رب. للاسف وقت فقرتنا خلص يا منى، وبسطنا قوي ان انت معانا النهارده في الاستوديو، وان شاء الله تبقي معانا مره ثانيه وكده ولا كده. احنا متابعينك على السوشيال ميديا. هنخرج فاصل ونرجع ثاني، استنونا. ورجعنا لكم مره ثانيه، ودلوقتي وصلنا معاكم لفقره 2-1. العالم كله ما كانش متوقع المستوى الكبير في النسخه الحاليه من كاس العالم، وده اللي شفناه من اول مباريات دور المجموعات والتقارب الكبير بين كل المنتخبات والمفاجآت اللي شفناها على مدار الاسبوعين اللي فاتوا. خروج البرازيل واسبانيا وبلجيكا اللي كانوا داخلين المونديال وهم مرشحين لللقب، وشفنا قوه المنتخبات العربيه وخصوصا منتخب المغرب اللي مكمل معانا النص النهائي وان شاء الله للنهائي. عندنا النهارده وبكره مواجهات نص النهائي، الارجنتين وكرواتيا، المغرب وفرنسا، ومن كاس العالم هنتكلم عن الدوري وفوز الاهلي امبارح قدام الاتحاد السكندري. ومعانا ومنورنا النهارده في الاستوديو واحد من اهم الاعلاميين الرياضيين على السوشيال ميديا، شريف يسري، منورنا جدا ومبسوطين انك معانا. وفي البدايه عايزين نبارك لك على تصويت ترشيح وشوشه، وان شاء الله التصويت يتم وتفوز ان شاء الله. اهلا بيكي اكيد يا اميره، واهلا بهند. الحقيقه كلمتين جامدين جدا في حقي في البدايه، يعني عايز اختلف شويه. اتفضل. مع هند. ايه عشان نتخانق شويه. ايه الحقيقه انه في فقره المناوره عجبتني، ولكن هو انت كنت اخذتي وي كده، يعني بصراحه ما عايز اختلف شويه. قول يلا نختلف. يعني يمكن هو عصام الشوالي دائما وابدا هو دي طريقته وده اسلوبه. دلوقتي مباراتين ما بين اثنين، البرازيل اسف الارجنتين واستراليا. لا انا مع خليني اكمل. ماشي كمل. الارجنتين واستراليا اوكي. دلوقتي العالم كله دون استثناء هو متفاعل مع ليونيل ميسي ومع يعني العظمه بتاعته، وفي المقابل عندنا ابيه على طول بساعات قليله كان خرج كريستيانو رونالدو. فوضع طبيعي، هو دي طريقته من زمان. هل هو لما جه قبل كده وقال على النادي الاهلي ان تكون اهلاوي هي نعمه، انا بشجع فريق موزمبيقي، هل انا هبقى متضايق ده؟ لا، هو دي تفاعل ليس الا مع اثنين مش عرب مثلا. الكلام ده لو مثلا الارجنتين بتلعب مع فريق زي المغرب، فانا ساعتها اقول يا نهار ابيض. شفتي انا متفق مع شفتي مع عشان قالت اهم الاعلاميين الرياضيين. انا متفقه جدا ان عصام الشوالي هو يعني معلش بس انت قلتي جزئيه المهنيه، فانا عاوز اقول لك لا، هي الطلعه بس بتاعت ليونيل ميسي. كلنا مبسوطين بليونيل ميسي. مش انا هقول لك الحاجه، الاعلامي الرياضي او معلق تحديدا، غير كمان الاعلامي لابد من معلق عدم الرياضي، عدم الحياديه. انت بتقول العالم كله متفق على ميسي. الحياديه العالم كله متفق على ميسي، احنا مش مختلفين على ميسي، مفيش حد طلع قال هو ليه بيشكر في ميسي. بس انت لازم لما تيجي تعلق او تتكلم رياضيا او تعلق تحديدا على ماتش، انت ما بتعملش حاجه غير ان انت بتنقل، تقول في كوره رايحه من هنا لهنا. يبقى مفيش روح. لا مفيش روح، يبقى ده مجرد بس انا بوصف للناس وفلان. لا، لما هو ده دي عظمه عصام الشوالي. هو ده اللي حببنا في عصام الشوالي لما طلع وقال لا اسلوب مختلف. اسمها مدارس. تعالي نروح للمدارس البرازيليه، تعالي نروح للمدارس الارجنتينيه وشوف. فهمتيني؟ قصدي اقول لك الطريقه مختلفه. فانا يعني ايه بختلف معاكي، بس انا مع اميره. انت مع اميره. بص، هي اراء في النهايه، لكن هي بالورقه والقلم ميديا اثكس، اخلاقيات المهنه. اوكي. انه معلق رياضي ما ينفعش ان هو ياخد صف حتى لو النادي الاهلي. انا بقول لك ده احترام الروح دي، انه اقول كلمه الجمل المعينه الحلوه. لازم ان انا اقف مع حد شويه، لانه ده ليه تاريخ. الناس كلها بتحب ليونيل ميسي، مع احترامي الشديد للناس اللي بتشجع استراليا، يعني اكيد في ناس استراليين، لكن تاكدي اللي اتضايق من الموضوع ده هو بيحب كريستيانو رونالدو. هي دي كانت بس، صدقيني. هو اتضايق ده خلي بالك برضو، هو يعني الاختلاف ده وشويه البهارات دول هم اللي بيعملوا. وانا الوحيد اللي بشجع كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، وبشجع الارجنتين والبرازيل. عادي جدا، انا بشجع الاثنين. كرة حلوه. الكرة حلوه ليس الا. بص، هي اراء في الاخر. معلش انت قلتي لي حاجه على التصويت وشوشه سريعا. يعني هو انا بس يعني طبعا الله يبارك فيكي، ولكن هو على القائمين في وشوشه تحديدا، لان هم ناس محترمين جدا، يرجعوا للجزئيه دي، لانه طبعا في حاجات غير طبيعيه
في ناس في ناس بتبقى عندها صوت صغيره وبعدين فجاه 50,000 صوت في 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 دقيقتين، كلام مش منطقي. فيعني ده اللي اقصد اقوله، لان هم ناس مهنيين ناس شاطرين، فاكيد وضع طبيعي لازم هو يحط في الاعتبار الموضوع ده علشان يعني الموضوع ما يبقاش كلنا يعني نتضايق او نشمئز. انا اسف منه بعض الشيء بس ليس يعني. انا اسف معلش طولت. الكرايتيريا يعني قصدك للتصويت؟ مش عارف اوكي انا مش عارف ايه كرايتيريا اصلا تصويت ده. لا لا انا بشكل عام يعني هو بتلاقي في حاجات غريبه بس ليس الا طبعا ده انا المسؤول على ده ليس الا والاهلي سيبك بقى من وشوشه الست بتبارك لك. تعالى بقى نبتدي على كاس العالم بالظبط، توكلي على الله. احنا بس عايزين نعرف بدايتك ازاي في المحتوى الرياضي. انا مذيع رياضه بقى لي 10 سنين حاجات عربيه يعني، ربما يكون بس كان عندي يعني على قد ما هو فادني بشكل كبير، خلاني يعني مدارس مختلفه شويه والحمد لله فادتني، لكن في المقابل حصل لي ازمه شويه في موضوع العلاقات، والميديا عندنا بشكل عام هي محتاجه العلاقات. فجيت في 2019 يعني حصل انتقال المكان اللي انا موجود فيه لدوله ثانيه، فما قدرتش ان انا اكمل، ومن هنا اخذت الخطوه ان انا في 2022 تحديدا ابتدي ان انا اعمل البيج بتاعتي، والحمد لله من فضل الله من فضل الله وكرم ربنا سبحانه وتعالى عليا، ويعني الناس اللي موجودين بشكل عام تفاعل الناس. فالحقيقه هو الواحد يعني الحمد لله لقى قبول كبير جدا من ربنا سبحانه وتعالى ليس الا، ويعني دي السكه، وبعدين ان شاء الله كله جاي يعني بامر الله تعالى. لكن حابب ان انا بس يعني ايه اوجه تحيه لاحمد استاذ احمد فرحات ان انا يعني موجود النهارده بناء على يعني مكالمته. احنا كمان بنوجه لاحمد فرحات تحيه حبيبنا طبعا. طيب عايزين نتكلم عن كاس العالم. ايوه شايف كاس العالم من وجهه نظرك فيها نسخه 2022 من البدايه لحد دلوقتي كده كونكلوجن لكاس العالم؟ عظيمه اقل ما يقال عنها، عظيم حقيقي. يعني قطر خسرت بكاس العالم ما كسبتش، مع احترامي الشديد. ليه؟ قطر صرفت كميه مصاريف كبيره جدا جدا مقابل الانكم اللي جاي ايه، فهتلاقيه بسيط، لكن هي ربما يكون في بعض الجوانب الاخرى، لكن كبطوله عظيمه عظيمه، اعظم بطوله اتعملت. لكن انت تخيلي ان البطوله دي دخلت تكلفتها، انا ما اقصدش الجزء المادي، لكن انا بقول يعني هي قد ايه كانت حريصه ان هي تطلع صورتنا بشكل عام كعرب ان هي تبقى عظيمه جدا. 200 بالناس بتتكلم في 200 مليون دولار اوكي، فدي ارقام كبيره جدا جدا جدا. يعني اعتقد انه إن البطوله طلعت بالشكل العظيم اللي احنا منتظرينه في كل حاجه. هل سمعتي مشكله مثلا حصلت؟ حتى بعض الحاجات اللي فرضيتها برضو ما حصلتش مشكله وطلعتنا بشكل عظيم جدا، لانه في بعض الناس ما كانتش عايزين نطلع بشكل عظيم. بس ليس ده حقيقي فنيا احنا يعني بالنسبه للجزئيه الفنيه والله اعتقد انه مستويات دائما هي بطوله المفاجاه، او يعني تحديدا البطوله دي هي بطوله المفاجات. كل شويه تلاقي حاجات غريبه بتطلع والناس مرشحه بتخرج يعني فعلا صعب جدا، لدرجه انه في بعض الناس كانت طلبت مني ان انا اعمل توقعات. صعب مستحيل، كان زمان الواحد فضح يعني مفيش توقعات. مستحيل مفيش توقعات واحده مشيت. طب عايزين نعرف رايك في مواجهه الارجنتين وكرواتيا والمغرب وفرنسا في نصف المونديال. اسلوب مختلف تماما ما بين بالنسبه للارجنتين وكرواتيا، اسلوب مختلف تماما. يعني عندك كالوني مدرب الارجنتين، الضغط العالي، المدرسه اللاتينيه بشكل عام اللي فيها الدفاع المتقدم ويبتدي يضغط الخصم والى اخره. في المقابل يعني هتلاقي ان المنتخب الكرواتي بيلعب باسلوب التحفظ بعض الشيء، ويعني يا رب اديني ربع تلت حظ كرواتيا او توفيقها. كرواتيا خلال البطوله دي تحديدا لك ان تتخيلي ان هي ما فازتش غير مباراه واحده فقط موجوده في السيمي فاينل، كانت المباراه اللي كانت امام كندا، فقط مباراة واحدة وهي متواجدة، وبعدين بدأت انها طلعت المرشح الأول للبطولة اللي هو المنتخب البرازيلي. في المقابل البطولة اللي فاتت وصلت للفاينل برضو كان نفس المسار، كانت تعادلت في دور ال 16 مع الدنمارك، كانت تعادلت مع في بطولة في عفوا في الدور الكورت فاينل، كانت لعبت مع روسيا تقريبا برضو خرجتها بضربات الجزاء. نفس الطريقة ونفس السيناريو لحد ما وصلت للمباراة النهائية. فيعني ربما بس في حاجة تانية انه عندنا الاثنين الاطراف بتوع المنتخب الارجنتيني، وده ربما يكون برضو توفيق بالنسبه لكرواتيا تحديدا. يعني يعني اعتقد انه الاثنين مش هيقدروا يلعبوا، الاثنين لعيبه اشبيليه سواء كان ماركوس اكونيا او حتى الناحيه الثانيه جونزالو، الاثنين مش هيلعبوا، فهتبقى مشكله. وكان في مشكله كمان في مشاركه ديبول اللاعب الوسط المهم جدا جدا، فتحس كده انها يعني
متوجهه. هو كرواتيا رايحه ناحية كرواتيا يعني. طبعا لا لا اقلل من قيمه المنتخب الكرواتي خالص، لا بالعكس ورائع جدا. لا بس كرويا انا بتكلم يعني في الكوره ومش عارفه ومين بيلعب فين، هو ده الراجل اللي نفس الطويل يعني. ايوه نفس الطويل، هم بيلعبوا على نفسهم طويل بدني بدني عندهم، رغم ان هم معدل الاعمار بتاعهم مش صغير. دي حقيقه مش صغير الاسماء يعني. لوكا مودريتش لا بس لوكا ده انا بقعد اقول عليه اللعيب المسخوط يعني. لوكا مودريتش ده صغير كده وهي بيجري في الملعب وبتاع، وعنده كام سنه؟ 35 اعتقد، 34 سنه ما شاء الله. الشباب يا جماعه انتوا بتهرجوا 35. اوكي بس أيوة طبعًا في لعيبه الكوره، بالنسبه للعيبه الكوره، بالنسبه للعيبه الكوره سن الريتايرمنت يعني التقاعد. المغرب، اتكلم عن المغرب، مواجهه المغرب. المغرب عندها مباراه صعبه قوي، رخمه قوي قوي قوي، امام بطل العالم، الفريق اللي عنده كل الاسلحه وكل الاوراق وكل المعطيات، فريق مرعب بصراحه. ولكن في المقابل وروح، لكن في المقابل برضه هي المغرب هي عظيمه بصراحه. عملت يعني اداء قوي جدا في البطوله، ويعني لو جيتي بصيتي على المعطيات بتاعه المغرب دائما هي شويه قريبه من كرواتيا في طريقه اللعب، ولكن عندها روح عظيمه جدا. يبقى بس بكره في عندك بعض الغيابات اللي هتبقى موجوده عند المغرب قد تؤثر، يعني ممكن تؤثر. هي غياب واحد بس هيبقى لغانم سايس قلب الدفاع، بنسبه كبيره مش هيبقى متواجد. غير كده هيرجع بقى مزراوي ناحيه الشمال، وفي نفس الوقت هيلعب نايف اكرد كمان هيبقى متواجد. فده يعني دي هتدي دفع شويه للمنتخب المغربي. في المقابل يعني المباراه هتبقى صعبه جدا من وجهه نظري، وصعب التكهن بيها، لكن اتمنى المنتخب المغربي ان هو يعمل حاجه بكره، لان دي هتبقى اصعب مباراه هتعدي عليه، اكنها مباراه الفاينل بكره. مباراه صعبه جدا. ايه رايك في مدرب المغرب وليد ركراكي وادائه؟ كنت عملت حلقه عن وليد الدرجراجي تحديدا، كنت اتكلمت عنه ان هو طلع بتصريح في 2016 وكان قال حاجه بالتحديد، يعني قال انه انا يوما ما كان بيدرب فريق بسيط اسمه الفتح الرباطي، فريق ما اقصدش بسيط يعني اقصد اقل من مش الفرق الصفوه في المغرب، وقال ان انا يوما ما سادرب اما الوداد او الرجاء او ريال مدريد او حتى برشلونه. بتيجي تسمع التصريح يعني لكن لا 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 عظيم عظيم رائع رائع. مسيرته التدريبيه كبيره جدا، ماشي مع المغرب، هو اتحط في حطه صعبه جدا قبل المونديال بحوالي 3 شهور. يا جماعه الانجاز اللي حصل ده في 3 شهور فقط، ليس 3 شهور بس لا ننكر برضو مجهود المدرب اللي قبله. هو كم يعني هو رجراجي كمل المشوار؟ لا ما كملش، لا لا ما كملش خالص. ازاي الرجراجي جه لم الشمل بعد ما كان يعني اللي قبله وحيد خليل وزيتش كان مستبعد لعيبه كتيره جدا، زي مثلا ابرزهم حكيم زياش، زي امين حارث المصاب اللي كان موجود، وبرضه مزراوي وبعض الاسماء الثانيه. فهو لا هو قال لا من المغرب لكل المغرب. فبالتالي بعد استبعاده، واكيد هو عمل حاجه، لكن اقصد اقول هو لا غير الطريقه تماما، وبدا ان هو يلعب بشكل مختلف. تماما مع المغرب. النجاح اللي عمله ده في فتره قصيره للغايه، ودي اللي يحسب له ان هو عمله في فتره قصيره جدا. ما حدش يتخيل ان هو يعني هو اقصى مثلا البرتغال المدرب سانتوس، فرناندو سانتوس بقى له 8 سنين مع البرتغال. في المقابل لا، ده الراجل ده بقاله 3 شهور فقط ويعمل الاعجاز ده ويوصل للسيمي فاينال، اكيد ده حاجه عظيمه. مين لاعب من وجهه نظرك اللي شايف ان هو هيصنع الفارق في مباراه المغرب بكره ان شاء الله؟ وفقا لتكتيك المغرب، هو بشوف انه سفيان مرابط مهم قوي، مش مساله هيصنع الفارق، لكن على الاقل هيبقي على النتيجه ما شاء الله عليه رئه ثالثه في الملعب، حد بيجري في كل اتجاه. حلو التعبير. موضوع جميل. صعب جدا يعني بصراحه ما شاء الله عليه انه يسيطر على كم اللعيبه دي وهو لوحده. طبعا اكيد في لعيبه، بس اقصد اقول هو اللاعب ده هنشوفه في اماكن كبيره جدا، وتيم المغرب يعني بالكامل هيكون في عليه خناقه كبيره جدا بعد المونديال، وعز الدين اناحي تحديدا، ولكن سفيان مرابط بالنسبه لي لا لاعب عظيم. الناحيه الثانيه طبعا يبقى كيليان امبابي. كارثه. مستحيل كارثة. بس هيبقى عنده مشكله لان هو بتاع انطلاقات، هيبتدي بقى الموضوع هيبقى فيه اختراقات، لان المغرب مش هتدي، ما اعتقدش يعني انها هتدي فرصه لفرنسا ان هي تقفلوا كويس قوي، هم هيرجعوا لورا هينكمشوا، فمش هيكون وراهم يعني مسافات كبيره يقدر او مساحات يعني يقدر يلعب فيها كيليان مبابي. ده من المنطق يعني، فممكن ربما يكون الاختراقات من العمق ده سلاح المنتخب المغربي. اخر حاجه عايز اقولها يعني من الشخص البسيط، يعني ربما يكون في نقطة ضعف وحيدة في منتخب فرنسا، وهي في نص الملعب تحديدا. يعني احنا سمعنا ان تشواميني ممكن ما يبقاش موجود، ممكن ما يبقاش موجود يعني، ده اللي احنا سمعناه. لكن في المقابل اندريا رابيو
بيطلع لقدام بيزيد كصانع العاب مع جريزمان، فبالتالي بيبقى في واحد بس في محور الارتكاز، فاعتقد انه ده رهان الرجراجي بشكل عام ان هو يقدر انه يسيطر على المنطقه دي تحديدا. يعني شفت ميسي ازاي في البطوله وشايف ان هو يقدر يتاهل بالارجنتين للنهائي ولا لا؟ تعالي نقارن ليونيل ميسي بافضل لاعب في البطوله. مين افضل لاعب في البطوله من وجهه نظر انا؟ كيليان امبابي. وجهه نظر انا. فتعالي نقارنه بيه. ده ولد صغير عنده ما كملش 24 سنه، والثاني يعني ما كملش 24 سنه، والثاني عنده 35 سنه. تعالوا نقارن ما بين الاثنين. ده معاه، ده سجل اربع اهداف اللي هو ليونيل ميسي وصنع اثنين، في المقابل كيليان امبابي سجل خمس اهداف وصنع اثنين، يعني الفرق ما بينهم هدف واحد. ده معاه تيم غول معاه، يعني اسماء تخدم عليه وتخليه جامد جدا، ومركزه حتى وسنه الصغير. طب تيجي نبص ليونيل ميسي، اعتقد انه ابرز لاعب موجود ويبقى ابرز لاعب دائما وابدا، فبالتالي اعتقد ده يعكس لك قد ايه مدى مشوار العظيم بتاع ليونيل ميسي في البطوله. لاعب يعني بارع، عشان كده عصام الشوال اتفاعل مع طيب احنا هنلعب معاك لعبه سريعه. أوكي. هنعرض قدامك دلوقتي صور لشخصيات من كاس العالم وتقول تديها كام من 10. اوكي جاهز؟ انا جاهز. ابص فين؟ يلا هتبص هنا على الشاشه. يلا. يلا اول صوره لوليد رجراجي مدرب المغرب. 9.5. 9.5. اوكي. تاني صوره معانا. ياسين بونو حارس المغرب. 9. هاخد 10. لا 9. في بعض الحاجات الصغيره بس هو 9 ده رقم كبير جدا يا جماعه. مفيش حد ياخد 10. اوكي. مفيش حد ياخد 10. انا باخد 10. لا في غيرك طبعا. طيب الصوره الجايه ميسي. ميسي 9 من 10. 9 من 10؟ اه. اوكي. كريستيانو 7.5 عشان خاطرك. صح. نيمار. نيمار ده حبيبك. نيمار ده اللي عشان خاطري بجد. 7.5. 7.5. مبابي 9.5. رائع. خارج. هاري كين هيكسر الدنيا الراجل ده، هيكسر الدنيا. هاري كين 7. الصورة الأخيرة لقطر. 10 من 10 فوق 100 من 10. صح. شرفتنا قطر ورفعت راسنا ووجهت رسائل. صحيح. لو قعدوا 200 سنة يحاولوا يوصلوها من التلفزيون، من السينما، من أيا كان، ما كانوش هيعرفوا يوصلوها عن العرب. استغلوها حلوة قوي. صح صراحة. صح. دي حاجة. انت نورتنا وبنشكرك برغم اختلافك معايا في وجهة النظر، لكن انت شرفتنا وتشرفنا بيك، وكل التوفيق في تصويت وشوشه ان شاء الله تكسب ونعمل معاك انترفيو كده. ان شاء الله تشرفنا كتير الفترات الجايه. ان شاء الله شرف لان انا كنت موجود معاكم، يعني مبسوط جدا جدا يعني. ان شاء الله. كده خلصت فقرتنا. خلونا نطلع فاصل ونرجع تاني لحضرتك. وصلنا معاكم دلوقتي لاخر فقرات حلقتنا النهارده، واللي خصصناها دايما علشان تكون استشاره طبيه. الرسول عليه الصلاه والسلام قال ان لجسدك عليك حقا، وعشان كده احنا لازم نحافظ ونهتم بصحتنا لاننا هنتحاسب عليها يوم القيامه. فاحنا ضيفتنا اللي منورانا النهارده في الاستوديو في فقره الاستشاره الطبيه الدكتوره مي عبد اللطيف، اخصائيه التغذيه العلاجيه وعلاج السمنه من الفريق الطبي لشركه اون تارجت فارما، عشان تكلمنا في موضوع شاغل بال ناس كتير جدا واحنا داخلين اهو على الشتاء. يا ترى هنعرف نخس في الشتاء ولا لا؟ ونخس اكتر في الشتاء ولا بنخس اكتر في الصيف؟ وهنعمل ايه مع الشتاء؟ الشتاء ده فصل عظيم جدا، انه ده فرصه هايله جدا جسمي بيديني هديه ان انا اقدر اخس بكل سهوله. وده طبعا عكس معتقداتنا وافكارنا، احنا فاكرين ان احنا في الشتاء بنلب بقى وهناخد فرصتنا ناكل براحتنا، ونيجي قبل الصيف بقى نبدا نلحق نفسنا ونعمل سيرش على جروبات النت دايت السريع، الانقاذ السريع والدايت الكيميائي، عشان نلحق ايه بقى ننقذ الكوارث اللي بالظبط كده. فالشتاء ليه انا اقدر اخس بسهوله كمان؟ يعني مش محتاجه في فصل الشتاء ان انا انزل الجيم او ان انا اعمل حركه كتير، بالعكس انا ممكن اخس وانا قاعده في البيت بشويه حاجات بسيطه كده، لان انا جسمي بيعمل ايه؟ احنا درجه حراره الجسم الطبيعيه كام؟ 37. طبعا في الشتاء ساعات في اماكن كتير بيبقى الجو بيبقى فيها بالماينس، بيبقى برد وفي ثلج، فانا عشان جسمي يفضل محافظ على درجه الحراره اللي هي 37 دي، هيبدا يحرق من الدهون الداخليه عشان يديني الدفء اللي جسمي لازم يحس بيه ويديني الطاقه اللي انا محتاجاها. بس طبعا هو مش هيحرق دهون من نفسه، يعني لازم انا اساعده في المقابل. يعني
فالشتاء فصل حلو جدا ان احنا نقدر نخس بكل سهوله. والله يا دكتور بتدينا تفاؤل. يعني انا الفقره التغذيه دي بتديني تفاؤل ان الحياه حلوه ونخس واحنا قاعدين في البيت وكده. ازاي اساعد جسمي ان هو يخس في الشتاء؟ اول حاجه في مثلا الناس اللي عندهم ما بيعرفوش يعملوا كنترول او بياخدوا بقى الشتاء حجه زي ما احنا قلنا ان احنا هننقنق وناكل والكلام ده. ساعتها احنا بنتدخل معاهم طبعا بكورس الاناسيليم، ان الكورس ده بيساعدهم ان هو يقلل الشهيه ويخلي الشراهه اللي دايما كلنا يعني بنربط الشتاء بالاكل بالجوع. كتير بالظبط. وكمان ان احنا ان احنا في الشتاء مثلا الاماكن بتقفل بدري، ما فيش بقى زي السفر في الصيف بقى ونسهر والكلام ده، فاحنا من مثلا 8 9 بالليل تلاقينا كلنا خلاص قاعدين على الكنبه التي في بقى التسالي بتاعتنا، فايه ده طبعا بيؤدي لزياده الوزن. بس احنا ممكن لو خدنا حاجه بتملي المعده وتحسسنا بالشبع ساعتها احنا هنلاقي ان احنا خلاص من اقل كميه وبناكل كل اللي احنا عايزينه، بس طبعا بنقلل السعرات، بنطبخ الحاجات اللي احنا عايزين ناكلها بطريقه صحيه اكتر، فده هيخلينا ان احنا نخس بكل سهوله. فطبعا لازم هيبقى زي ما قلت لحضرتك العامل المساعد اللي هو كورس الاناسيلي. طب ليه الناس يعني طالما الموضوع بسيط كده ليه الناس بتخرج من الشتاء تخنانه؟ يعني ليه؟ عشان هم رابطين المعتقد ان انا في الشتاء هاكل براحتي، وكمان انا مش بتحرك كتير فلازم اكل، بالذات كمان في الشتاء احنا بتبقى نفسنا دايما رايحه ناحيه الحلويات النشويات عشان عندنا برضو معتقد ان دي الحاجه اللي هتدفينا. ايوه يعني هو ده اعتقاد ولا هو ده نتيجه ان الجو برد فاحنا فعلا بنبقى محتاجين حاجه تدينا طاقه وتدفينا وكده؟ بس انا بجد بجوع في الشتاء يعني اكتر. اما احنا بنجوع بسرعه ليه؟ ما هو فعلا عشان انا جسمي المفروض بيحرق من الدهون الداخليه، فبالتالي الجسم بيبقى محتاج ادخل له اكل، بس لازم هو محتاج ان انا ادخل له اكل صحي. اوكي بس انا فهمت نقطه. بصي فهمت حاجه هامه، يعني الجو برد جدا بيبقى برد جدا فالجسم بيحرق اوريدي المخزون اللي عنده بالظبط، فبيحتاج يتعوض بالزبط. فاحنا بنعوضه بحاجات غلط بتخن مش صحيه. أيوة فلازم صح. نختار الحاجات اللي هنعوض بيها الحاجات اللي بتتحرق في جسمنا. مش بالزبط. ايه بقى زي ايه يا دكتور بقى؟ يعني نعوضه بايه؟ يعني نقعد على الكنبه كده ونتغطى ببطانيه ونمسك ايه؟ هنأكل حاجات كتير. هنأكل البيتزا احنا ممكن والبطاطا وكده. البطاطا حلوه على فكره قوي في الدايت اصلا، بس والله فعلا بس محتاج ان احنا مثلا ناكلها مثلا واحده صغيره مثلا في اليوم لان دي نشويات. وليه بقى ولينا كلها اصلا ما هي واحده صغيره؟ ما احنا بكل حاجه لازم نتحكم في الكميه. ما لما انا اكل بطاطايه يبقى ليه اكل بطاطا يعني؟ يعني ليه ده كده بنعذب نفسنا؟ لا ليه صغيره قوي؟ ممكن واحده وسط. ممكن دي واحده اكبر. احنا جايين نفاصل مع الدكتور يعني. لا البطاطا من الحاجات المفيده جدا اللي احنا محتاجينها طبعا. طبعا اكيد احنا محتاجين ناكل ايه؟ زي ما انت مثلا قلتي البيتزا حلوه، انا ممكن اطبخها على فكره بطريقه صحيه، ابعد الزيوت مثلا، تبقى العجينه مثلا دي شوفان مثلا. الحاجات الصحيه دي ده فعلا ممكن اكيد طبعا هتبقى طعمها حلو جدا وهقدر اكل براحتي منها. بس لو انا مثلا قبل ما اكل بيتزا او مثلا بقى في الشتاء احنا بنحب السحلب الحمص الحاجات الحلوه اللي بتدفينا دي، العدس هايل قوي على فكره، يعني من الحاجات اصلا دي فيها نسبه بروتين عاليه وانا جسمي اصلا محتاج شوربه العدس دي بتبقى هايله جدا. يعني شوربه العدس بس حبيبتي ثانيه واحده، ما هي شوربه العدس ما بتبقاش لوحدها يا دكتور، يبقى معاها تقليه ومعاها عيش محمص ومتحمر ومعاها مثلا توم معمول فيها بالسمنه. ايوه ما هو بيبقى في الفرن البلدي محمص في الفرن مثلا، فاحنا قلنا احنا ممكن ناكل كل ما هي دي بقى اللي احنا بنعمله في شركه اون تارجت فارم، ان احنا بنحاول ندي الناس ثقافه جديده ازاي ياكلوا كل اللي هم عايزينه بس بطريقه بكميات صحيه أقل. بكميات اقل طبعا، ده بكورس الاناسيليم ان هو هيخليه يسد الشهيه ويقلل الكميه. وكمان احنا دورنا كدكاتره متخصصين في التغذيه ان احنا نقول لهم ايه البدائل الصحيه. ابعد الزيوت، اكل يعني عادي انا هشرب شوربه حتى لو فيها التقليه بس هتبقى بسمنه بلدي. طريقه الطبخ نفسها بالظبط. احنا بنقول لهم ثقافه الحياه الاكل الصحي عشان احنا بنبقى عايزين مش فكره الدايت ان انا هخس في الشهرين ثلاثه دول وبعد كده ارجع تاني لنفس العادات اللي انا بعملها، الاكل واللخبطه والحاجات دي كلها. هيساعدنا في ايه برضو؟ ان احنا نقلل الكميات زي ما قلت. كورس الاناسيليم هو عباره عن ايه؟ عباره عن الياف طبيعيه، هي بتبقى ساشت كده اكياس بتتحط على نص كوبايه ميه، بيبقى طعمها حلو جدا نفس طعم عصير الاناناس، بشربه قبل الاكله بتاعتي. مثلا هناكل زي مثلا بيتزا، بما انك قلتي بيتزا فشكلك بتحبيها جدا. انا كل يوم باكل بيتزا. انا بحب الاكل الايطاليين اللي هو احنا معظمنا الباستا الحاجات دي بتبقى حلوه هناكلها، بس قبليها مثلا ناخد كوبايه الاناسيليم ولازم بعديها اشرب كوبايتين ميه. ليه؟ لان دي عباره عن الياف طبيعيه والالياف دايما بتحب الميه، كل ما هديها ميه
اشرب ميه، الالياف دي هتتمدد في المعده وتنفش وتعمل يعني ايه اكبر امتلاء، ما هتشغل مثلا حيز المعده من تلتين لثلاث ارباع المعده. فطبعا انا كده شغلت حيز كبير قوي من المعده، حاسس ان انا جسمي شبعان كاني كلت سفنجه مثلا. بتفضل شربت ميه هتلاقي السفنجه دي بدات تنفش كده وحجمها كبر. هو ده اللي بتعمله بالظبط. احنا دايما بنسمي الانسيليوم عندنا ان ده البديل الامن والطبيعي لعمليه بالون المعده. هي نفس الفكره، بدل بقى ما ادخل في جراحه وطبعا فلوس كتير، ان هي بتبقى عامله بالظبط، بتنزل البالون بتفضل تكبر عشان تنفش وتفضل ماسكه حيز كبير في المعده. هيتبقى لي اخر ربع، الربع ده اللي احنا خلاص احنا اوريدي خلاص حسينا بالشبع بنسبه كبيره جدا. هبدا اكل مثلا، بدل ما كنت باكل بيتزا كبيره او مثلا 3 4 سلايز، ابدا اكل واحده او اتنين والاقي ان انا خلاص انا كده ساتيسفايد مبسوطه وكلت حاجه انا بحبها بطريقه هيلثي وفي نفس الوقت ما حرمتش جسمي. دي مثلا الالياف. في حاجة تانية برضو عندنا في كورس الأناسيليوم، الكبسولات دي كبسولات كلها أعشاب طبيعية بتعمل إن هي بتزود الحرق. يعني أنا مثلا برضو لو حبيت أكل باستا أو يعني أكل حاجة من بره فاست فود أو كده، دي بتقلل امتصاص النشويات اللي في الأكلة، يعني ما بتخليش إن أنا جسمي يمتص الأكلة كلها، بتنزل مع كأني فضلات الدهون مش هتتخزن في الجسم. فدي حاجة حلوة جدا. أنا برضو كلت اللي أنا عايزاه بس برضو بكمية. يعني أهم حاجة عندنا إن كورس الأناسيليوم دايما بيتحكم في الكميات، لان الكميات دي هي اللي لو انا اكلت كتير هي دي اللي هتخلي جسمي يخزن سعرات ويخزن دهون كتير في الجسم انا جسمي مش محتاجها اصلا. طيب. عايزه اسالك على حاجه. انا دلوقتي خدت كورس الاناسيليوم وكده، بعد ما ببطله اولا ببطله امتى؟ دي اول حاجه. بعد ما ببطله هل برجع تاني يعني زي ما بيقولوا بالبلدي معدتي بتصغر، ولا برجع تاني اكل بنفس الكميات اللي كنت باكل بيها قبل ما اخد الكورس ده؟ تمام. اول حاجه احنا هي فكره المعده بتتمدد اصلا. الناس اللي عندها سمنه ان هي خلاص الجسم اتعود ان انا طول الوقت عماله اديله اكل فخلاص حجمها كبر. فدي برضو وظيفه كورس الاناسيليوم، ان هو لما بينفش في المعده هو مش بينفش ان هو يكبر الحجم، لا هو بيشغل حيز جوه عشان يحسسني بالشبع. بس بيرجع عايزين نخلي المعده ترجع تاني للحجم بالزبط. الطبيعي اللي ربنا خلقنا بيه، عشان الشراهه اللي كانت عندي خلاص تبدا تقل. وكمان لو انا مثلا بطلت او انا خلاص وصلت للوزن المثالي بتاعي وخسيت وانا كده مش عايزه اعمل دايت تاني، او مثلا في ناس بتحب تثبت بتفضل مكمله على كورس الاناسيليوم بس بنبدا نقلل الجرعات بالتدريج. ساعتها لو انا حتى وقفته خالص انا مش هرجع تاني، لان انا خلاص عودت معدتي على الحجم الطبيعي اللي كانت مفروض اصلا تبقى هي ده حجم المعده بتاعي. فانا خلاص سيستمت جسمي ان بدا ياكل في اوقات معينه بكميات معينه بطريقه اكل صحيه، انا خلاص عمري ما هرجع تاني ان انا وزني يزيد. وعودت المعده انها صغرت، المعده صغرت. هو طبيعي لما بنعمل اي دايت فتره نرجع بنحس ان احنا مش قادرين ناكل نفس الكميه اللي كنا بناكلها. في ناس يعني بيقولوها زي مثلا برضو اللي هو ايه، انا معدتي صغرت او انا حاسه ما بقتش قادر. بالظبط. فهو ده وظيفه كورس الاناسيليوم، ان هو بيعود الجسم ان هو نقلل الكميه، ان احنا نحس بالشبع يعني بسرعه، ناكل اللي احنا عايزينه، يقلل امتصاص النشويات، ما يخليش جسمي يخزن الدهون اللي في الاكله دي. كمان في فيتامين سي طبعا احنا كلنا محتاجينه، بمناسبه داخلين على الشتاء مناعتنا كلنا بتبقى شويه ضعيفه، ففي فيتامين سي بيقوي المناعه برضو عشان لما نيجي نخس، لان احنا عندنا برضو في شركه اون تارجت فارما في حالات كتير خست بال20 وال30 وصلت لل80 كيلو معانا. فطبعا خست 80 كيلو ممكن كام؟ لا كانوا عاديين ال 100 130 100 يعني. طيب يعني من كلامك يا دكتور كده بتقولي ان الشتاء فرصه هايله جدا. طيب طبعا. اللي عايز يخس ومش عارف يخس وعايز يتواصل معاكي يتواصل معاكي ازاي؟ عن الارقام اللي ظاهره على الشاشه، مكالمات وواتساب، وفي عندنا على الاوفيشال بيجز على الفيسبوك اون تارجت فارما والاوفيشال بيج بتاع دكتور نهال حافظ، وعلى الانستجرام اون تارجت فارما. هيبداوا يبعتوا لنا، وفي زي ابلكيشن كده اونلاين بيبداوا في اسئله الوزن والطول، ببقى عايزه اعرف شويه تفاصيل اكتر عن الحاله اللي معايا، وبنبدا نتواصل معاهم وخلاص بقى بنبدا مع بعض. معانا كل حاجه طلعت على الشاشه. بتطلبي منهم التحاليل المطلوبه، بتطلبي منهم لو عايزه تطمني اذا كان في امراض ولا لا، كل ده موجود في الابلكيشن اللي هما بيملوه. بعد كده احنا بنتواصل معاهم نبدا بقى نرشح الكورس المناسب، لان كل حاله ليها المشكله اللي ادت للسمنه. فكل كورس وكل عندنا برودكت للحاله بتاعته، وبنبدا نتابع معاها متابعه مجانيه طول فتره الكورس بالنظام الغذائي، وبنبدا بقى احنا على طول بنتابع معاهم يعني اسبوعي، متابعه اسبوعيه بالنظام بالكورس بالجرعات، بنقول لهم كل حاجه، وبنفضل بقى بنبدا رحله الدايت مع بعض. حلوه قوي. طب ممكن عايز اسالك كمان على حاجه. حضرتك وانت بتتكلمي قلتي السمنه البلدي انها احسن وكده،
يعني ايه السمن البلدي حاجه صحيه؟ ده ماما هتفرح قوي. انا عارفه. ما هي دي برضو على فكره احنا عندنا معتقدات كتير جدا غلط، فاكرين ان احنا لما بنمنعها هي دي اللي بتادي ان انا كده هخس، بس بالعكس السمنه البلدي دي فيها فيتامينات حلوه جدا انا جسمي محتاجها، وكمان الكوليسترول المفيد اللي انا بحتاجه في جسمي لصحه القلب والعقل بيبقى موجود في السمنه البلدي دي، لان احنا بنسميها دي دهون صحيه. انا جسمي على فكره انا لما اعمل دايت انا لازم ادخل دهون صحيه في الدايت بتاعي. في ناس برضو بتبقى فاكره ان انا لما امنع الدهون دي انا كده هخس. انا كده مش هخس بشكل صحي، انا كده هنقلل الفيتامينات في الجسم، هقلل المعادن، هقلل مناعه جسمي، الكوليسترول اللي انا محتاجاه هيروح، هادي الى ان الهرمونات اللي في جسمي كلها تتلخبط. كانه الدهون دي هي البنزين اللي بيحرق، هي اللي بتديني الطاقه اصلا يعني. بس اهم حاجه اخلي بالي برضو من الكميه، لان الدهون دي بتبقى سعراتها عاليه قوي، فلازم اخلي بالي. طبعا عشان كده احنا لما نيجي نعمل نظام غذائي مش صح ان انا ادخل على النت واعمل اي دايت واشوف، لان كل جسم ليه الاحتياج بتاعه، السعرات بتاعته، الكميه بتاعته، واحنا كمان لازم النظام الغذائي مع ان احنا الكورس، فانا لازم بمشي الاثنين مع بعض. الكورس هي مثلا الحاله اللي معايا واخده عباره عن ايه، وهل واخده الياف، هل هي مثلا مشكلتها ان هي ما عندهاش حرق؟ يعني في ناس بيوصل لها حاله. لسه كنت اسالك في موضوع الحرق ده فعلا. طيب دلوقتي كورس الاناسيليوم بيحل مشكله الشهيه، بيقلل، بيحسس الشعور بالشبع، بيساعدنا ازاي في موضوع الحرق؟ في ناس مثلا عندها مشاكل صحيه زي مثلا خمول الغده الدرقيه، لو حد عنده خمول في الغده، او مثلا ناس كانت بتعمل دايت وساعات بتوصل لحاله ثبات، يقول لك انا مهما عملت دايت، حرمت جسمي، عملت اي حاجه، خلاص انا ما بقتش اخس اللي هم اخر 5-6 كيلو دول. ساعتها احنا بنعمل ايه؟ عندنا برده الكورس المكثف، هندي لها حاجه اسمها سلاك. السلاك ده برده كلها حاجات طبيعيه، عباره عن ان هي بتزود الحرق عندي في الجسم. في ماده اسمها الكارنتين، الماده دي اصلا ماده طبيعيه جسمي اوريدي بيصنعها، بس احنا نديها بالكمية اللي المفروض الجسم يحتاجها عشان يبدأ يحرق من الدهون اللي موجودة جوه، وما يخزنش دهون من الأكل اللي أنا بدخله، يعني الأكل اللي أنا باكله من بره. كمان في مثلا نسبة كافيين، الكافيين دي هايلة جدا طبعا، هي بتزود الحرق عندي. فكلها السلاك دي كلها حاجات بتزود الحرق، بتمنع تخزين الدهون الجديدة في الجسم. فأي حد بيبقى عنده مشكلة ثبات أو إن وزنه ما بينزلش، بنديله السلاك، لأن ده طبعا يعني إحنا بنعتبر إن دي حاجة المنتج السحري بتاعنا، إن هو يعني بيطلع اي حد من حاله الثبات، مفيش حرق، اي خلاص يعني اول ما ياخده لازم الجسم هيبدا تاني ينشط هرمونات الحرق عشان يبدا يحرق تاني من الدهون بتاعته. ايه ميكانيزم عمله جوه الجسم؟ يعني هو بيعمل ايه جوه الجسم عشان الجسم يبتدي يحرق؟ زي ما قلنا الالكارنتين، الالكارنتين دي ماده اصلا جسمي بيصنعها، بتبقى عباره عن هي حمض اميني الجسم بيفرزه عشان يبدا يحرق، يدخل في الخلايا الدهنيه اللي عندي ويبدا يحرق من الدهون اللي موجوده المتخزنه اللي هي مش بتفتح، ان الخلايا الدهنيه دي بتبقى مقفوله. فالالكارنتين ده وظيفته ان هو بيفتحها عشان يبدا يطلع الدهون من جوه، عشان تبدا خلاص يحصل لها بقى ان هي تطلع من الجسم ويخلي الخليه تقفل، ولما يجي اكل اكل من بره ما يخزنش دهون تاني. فالالكارنتين او مثلا الكافيين، كل الحاجات دي، والفي كروميوم برضو، الكروميوم برضو مادة من المواد الهيلة جدا اللي بتزود الحرق الدهون. فدي كلها احنا يعني اشتغلنا في السلاك كلها عن حاجات حوارق ان هي تحرق الدهون مهما كانت حالة بقى ثبات الوزن، في مشاكل مثلا زي الغدة، ما فيش هرمونات حرق اصلا، فهننشط الجسم ان هو لازم هيحرق من الدهون بتاعته. تمام. كبار السن بقى والناس اللي عندها امراض مزمنة او الناس اللي بتكسل حتى تنزل تعمل رياضة في الشتاء، هيقدروا يخسوا عادي بالكورس؟ اكيد طبعا. الناس اللي عندها ان كورس الاناسيليوم برضو امن جدا لاصحاب مرضى الضغط، السكر، وللاطفال كمان. كان عندنا حالات برضو في شركه اون تارجت فارما اطفال، من مثلا اطفال من 3 سنين، فقدرنا ان احنا نديهم الاناسيليوم، لان هي عباره عن كل الحاجات اصلا حاجات طبيعيه، فيتامينات. فالياف الاناسيليوم بطعم الاناناس، فحتى لو الطفل هيشربه كانه بياخد عصير اناناس مفيش مشكله. للاطفال قصدي اللي عندهم برضو مرض السكر هيقدر ياخده، لان هو اصلا في ماده بتعمل على ان هي بتظبط نسبه السكر في الدم، مع ان هو يعني طعمه مسكر. ممكن في ناس كتير تقول لنا يا دكتور طب هو طعمه مسكر بطعم الاناناس ازاي مش هيعلي سكر الدم؟ لان الماده اللي فيه ما بتعليش السكر في الدم، في ماده السكرولوز، الماده دي واخده يعني الموافقه من هيئه سلامه الغذاء والدواء، فمش بتعلي نسبه السكر، ملهاش سعرات حراريه، فهو امن على كل الفئات، اصحاب امراض مزمنه، حتى لو واحده في فتره الرضاعه ممكن تاخد الياف الاناسيليوم بكل امان، ما فيهوش اي مشكله. طيب قولي لي بقى
في ناس عندها شره ليلي للاكل، يعني اول ما الساعه تيجي 8 بالليل ابتدي اجوع بقى، عايز اكل طول الليل. مش ملاحظه يا هند ان احنا مثبتين الفقره دي نصايح لينا احنا؟ احنا عمالين يعني نعمل الفقره الطبيه كل حاجه غلط بعملها علشان ناكد لينا وناكد للناس على الحاجات. احنا نفسنا برضو، انا كمان ساعات باجي بالليل بحس ان انا مش عارفه مثلا اعمل كنترول، او ببقى محتاجه ان انا برضو اخد مثلا استعمل الانسولين. لا كنترول ايه؟ هو جوع بالليل، هو مش قصه كنترول. ما هي دي حاجه ممكن اقعد طول النهار ما جوعش واجوع بعد ساعه 8. لان انا ما ينفعش احرم جسمي طول اليوم، جسمي محتاج عشان يديني الطاقه. لا ثانيه واحده بس يا دكتور، احنا ما بنحرمش الجسم طول اليوم، حضرتك فاهمه غلط. احنا ما بنحرمش الجسم خالص، هي بس الفكره ليه بيحصل ده؟ يعني ليه بيحصل شهيه؟ مفيش حرمان. ليه قال ان في حرمان؟ لان انا جسمي عشان يديني الطاقه اللي تخليني اللي تخليني اقدر انزل شغلي واروح بقى اشوف حياتي وابدا اليوم بتاعي، عشان يديني الطاقه دي هو محتاج ان انا ادخله اكل صحي عشان ياخد منها الفيتامينات والمعادن. فانا طول اليوم بقى عماله اكل في نشويات، هو جسمي مش محتاج النشويات، هو جسمي محتاج بروتين، محتاج الياف، محتاج فاكهه، محتاج خضار. فطول ما انا مش بديله اللي هو عايزه هيجوع، هيفضل يحسسني كل ساعتين هتلاقيني جعانه. يعني مثلا لو انا اكلت باستا مثلا، ما اكلتش اي، ما دخلتش فيها، احنا قلنا هندخل باستا عادي على فكره برده معانا في الدايت، بس لازم ادخل معاها بروتين، ادخل سلطه. لو انا ما اديتش لجسمي الحاجات الثانيه، العناصر الغذائيه اللي هو محتاجها، انا كمان ساعتين هلاقي نفسي جعانه، مع اني واكله مثلا طبق باستا كبير، بس هلاقي نفسي جوعت بسرعه، لان جسمي زي ما هو هيديني الطاقه هو محتاج مني برده الفيتامينات اللي هيخليني اقدر اكمل اليوم، ما يحصلليش هبوط، ما احسش ان انا همدانه ودايخه، ويديني الطاقه اللي انا محتاجاها. طيب كورس الاناسيليوم هنقلل بيه الاكل هيحسسنا بالشبع، مش هيقلل الفيتامينات الموجوده في جسمنا؟ لا طبعا، لان هو اصلا عباره عن كله فيتامينات وحاجات طبيعيه، زي ما احنا قلنا الالياف دي اصلا هي اللي موجوده في الخضار، زي اللي موجوده في الخيار وفي الخس، بس طبعا نسبتها بتبقى عاليه جدا، نسبه الالياف 15 او 20 ضعف اللي موجود في الخضار والفاكهه. فانا اديت جسمي حاجه طبيعيه مفيده، في فيتامين سي مهم جدا طبعا للمناعه، مهم للبشره، عشان زي ما انا قلت لسه ان في عندنا حالات خست لحد 80 كيلو، والحمد لله ما حدش مثلا، في ناس تقول لك انت خاسه شكلك تعبانه، هو الوش اللي يقع كده تحت. لا الفيتامين سي طبعا بيدي اللي هو النضاره للبشره، الامتلاء، بيحفز انتاج الكولاجين. فمهما احنا خسينا احنا مش هنحس بالبهتان، وكمان جلدنا هيبقى مشدود، لان في فيتامينات، في معادن كمان، مغنيسيوم وبوتاسيوم، دول هايلين جدا للناس اللي عندها كمان مشاكل زي الامساك او مشاكل في القولون. المغنيسيوم والبوتاسيوم دول دايما بينشطوا حركه الامعاء وبينشطوا حركه الجهاز الهضمي، فاي حد كان عنده مثلا امساك مع الالياف لما يشربها هتحسن حركه المعده. فكلها حاجات طبيعيه، بالعكس احنا بندي للجسم فيتامينات هو محتاجها ان شاء الله. يعني انا بتمنى كل الناس تاخد، وانا يعني اقولهم بالنصايح دي، انت شرفتينا يا دكتور مي ونورتينا، انا معاكم جدا، واكيد هتبقي موجوده معانا في حلقات ثانيه. حضراتكم دي كده حلقتنا النهارده خلصت، يا ريت نكون قدرنا نوفر لكم معلومات مفيده ومهمه، وتكونوا استمتعتوا بحلقه النهارده. خلصت حلقتنا، استنونا بكره الساعه 3 في حلقه جديده من الحريفه.